السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين. أنا النهاردة جايب لكم ساعة تحفة الصراحة، من الساعات الشخصية اللي أنا بحبها الصراحة. أغلبية الساعات اللي أنا بعرضها هنا بتبقى ساعاتي الشخصية، يعني ساعات ببيع ساعة واشتري ساعة تانية. أنا من الناس اللي بغير، يعني دي ساعة هاملتون ريجيليتور. ريجيليتور دي اللي هي إيه؟ اللي هي العقارب كلها منفصلة عن بعض. احنا متعودين ان عقرب الدقايق والساعات بيبقوا لازقين في بعض كده، وعقرب الثواني بيبقى فوقيهم، اللي هو اللي بيلف، اللي هو بيلف على طول، او بيبقى تحت بيبقى عقرب ثواني بسيط بيقعد يلف تحت. لا، دي الريجليتور دي بتبقى حاجة تانية خالص، دي ساعة مختلفة تماما عن ساعة تانية. السي ان عقرب الثواني تحت اهو، عقرب الدقايق الطويل ده، عقرب الساعات اللي هو ده. الساعة دي اوتوماتيك على فكرة يا جماعة، صح العلم بشيء، الساعات الاوتوماتيك بتبقى اغلبية الساعات بتبقى، يعني الاوتوماتيك بيتكتب على المينا اوتوماتيك. المالو ما بيتكتبش طبعا، الكوارتز ما بيتكتبش، يعني المالو والكوارتز دي لازم تسأل فيها زكاة مالو او كوارتز. وانت كده كده لو يعني لو بتستخدم ساعات كتير هتعرف المالو والكوارتز دي من اللمحة، بس تبص لها كده تعرف ان هي كوارتز ولا مالو. الساعة ده ظهرها يا جماعة، المكنة بتاعتها 28 24، مكنة تحفة طبعا. ده البيز بتاعها، لكن هاملتون طبعا خدتها وقعدت تعدل فيها شوية. أغلبية الساعات بيبقى البيز بتاعها السويسري، لو هي أوتوماتيك بتبقى 28 24، لو كرونوجراف بيبقى 77 50، والشركة بتيجي تعدل عليها، يعني مثلا تزود الباور ريزيرف بتاعها، ممكن تظبط مثلا تخليه أعلى، تخليه أقل، حاجات زي كده. ده المكنة بتاعتها. الساعة ساب فاير، الساعة ساب فاير من قدام ومن ورا، اللي هي زجاج زفير، حاجة تحفة التحفة. الساعة ده الأوستيك الأوريجينال بتاعها، ثواني بس. أيوة ده الأوستيك الأوريجينال بتاعها، أنا آسف بس إن هو متهالك شوية، بس حاجة تحفة يعني، ما يستخدام يعني، ما هي مش جديدة يعني. هاملتون الساعة دلوقتي لسه، الساعة مالو اوتوماتيك في نفس الوقت، هاند وايندنج واوتوماتيك. فدلوقتي احنا واقفه اهي، فلما اجي املاها شويه عقرب الثواني ابتدى يتحرك اهو يا جماعه، ابتدى يتحرك. بوريكم بقى شغلها عامل ازاي اهو. بص يا جماعه، دي الساعه كده 12 كده، واحده مفيهاش ديت كده، 2 كده، 3 وربع كده، 4. هنخليها عشان بحب انا وضع الساعات، اللي هو 10 و10، 10 و10 بس كده. ساعة هاند وايندينج تحفة التحفة. الساعة دي مقاسها 43، الساعة دي كبيرة شوية. انا يعني من الناس اللي انا بحب الساعة اخرها 42، بس الساعة دي عجبتني عشان هي سيمبل، وفي نفس الوقت انا اول مرة بصراحة اشتري ساعة ريجيليتور، يعني بصراحة انا ما شفتش، يعني دي كانت اول ساعة امسكها في حياتي ريجيليتور، اللي هي بتبقى العقارب كلها منفردة. الساعة الستانلس ستيل بتاعها 316 ال، ده على فكرة يا جماعة صح، انا اقول لكم على حاجة يعني انا اكتشفتها، ال 316 ال ده الساعات الحديثة اللي تلاقي الستانلس ستيل ده نضيف جدا، وتلاقيه مش بيعمل زي جنزرة. زمان الساعات القديمة زي الأوميجا والجوفيال والبرايتلينج والكلام ده، الساعات القديمة الستانلس بتاعها غير دلوقتي، الستانلس بتاعها كان أقل جودة شوية، كان لما بيجي يقدم أو حاجة زي كده بيظهر عليه حتة جنزرة، ده مهما يكون مش هيظهر عليه الجنزرة بتاعة الستانلس القديم. الستانلس القديم ما كانش متعالج او ما كانش مظبوط، مش عارف المعالجه بتاعته ايه، بس ده 316 ده حاجه نظيفه جدا 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 ومش قابل للصدأ. القديم بيبقى ممكن يكون مطلي شويه، ممكن يبقى عليه طبقه عاليه، ممكن يكون استانلس بس بيقدم، ده غير ده. لو حد عنده ساعه قديمه مثلا وليكن جوفيال، الساعات البسيطه جدا دي، ويقارن الساعه الستانلس الجديده بالقديمه هيعرف فرق، هيعرف فرق كتير قوي. الساعه بصوا يا جماعه، الباكل قد ايه؟ الباكل ده على فكرة ضخم جدا، انا ما تفتكروش ان الباكل ده صغير، ده الباكل ده كبير كبير، الاستيتشز بتاعت الغرز بتاعت الاوستيك الاصلي ده تحفة تحفة. انا بصراحة عجبني الاوستيك، انا من الناس اساسا اللي بغير الاوستيك على طول، عشان انا ما بحبش البس الاوستيك الاوريجينال عشان ما يتقطعش مني، عشان ما يعني ممكن اجي ابيعها في يوم من الايام، فما بحبش، لكن الاوستيك ده انا عجبني قوي قوي على الساعة. الساعة يا جماعة تحفة، الساعة دي تمنها حاليا من 1000 ل 1200 دولار على فكرة، الساعة دي غالية 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 مش رخيصة.
الساعة دي من الساعات الغالية جدا في الهاملتون، ودي الساعة الوحيدة الريجليتور اللي عاملاها هاملتون. معنى يا جماعة ريجليتور تاني ان هي العقارب بتبقى منفصلة. الباور ريزيرف بتاعها يا جماعة 48 ساعة، شغالة زي الفل، هاند وايندنج واوتوماتيك. الساعة ما شاء الله حلوة حلوة يعني، يا ريت اللي يعرف يجيبها يجيبها. انا بصراحة بحب اشتري الساعات المستعملة، ما بحبش اشتري ساعة غالية، عشان بصراحة اصل انا تخيل دي في التوكيل بتبقى $1000، قصدي في بره بتبقى $1000، هنا تخش لها في حوالي حاجة و20,000 جنيه. ربنا يكرم اللي عايز يجيبها يجيبها، بس ما اعتقدش ان انا بصراحة من الناس اللي بحب اشتري الساعات مستعملة. فاللي بيبقى عايز مثلا يشتري أي ساعة مثلا مستعملة وخايف، ممكن يخش بيها مثلا عند محل، ممكن مثلا ياخدها في توكيل ويسأل فيها، بالذات بقى الساعات الغالية زي البرايتلينج وزي الرولكس والكلام ده، لازم تاخدها في توكيل، لازم تاخد الساعة في توكيل وتكشف عليها، ده لازم. وإن شاء الله يا جماعة أقابلكم يا رب في حلقة تانية إن شاء الله، وأنا معاكم في أي حاجة. أنا يا جماعة بعشق الساعات، اللي عنده أي ساعة، عنده أي مشكلة في الساعة يقول لي، عنده أي حاجة يقول لي، أنا بحب الساعات جدا. وإن شاء الله يعني نتقابل في يوم من الأيام، نتكلم، تبعتولي حاجة على الكومنت، أنا تحت أمركم في أي شيء. شكرا جدا.